جنب بيوتنا بقلب بيوتنا بيفتحوا طريق هيك طلقيات بين بيوتنا وبيتحرموا ما يسترجي حكوا لك ما يطلعوا ما مسترجي نحكي انه نقول لهم اطلعوا هاي والضرب والقصف كله كان لما يجي عليهم يضربوا كان يعني حاطين دروع بشريه ما بيخلونا لا نطلع ولا وصاروا يقوصوا علينا وما بدهم يعني نطلع بنوم بنوم ما بدهم يعني نطلع فكوا منين وصار اوصوا الدواليب تبع السيارات مشان ما نطلع الله وكيلك وما في لا طحين لا خبز لا في اكل لا في شرب بنوب ما عم يخلوا حدا يطلع بنوب كانوا محاصرينا بالاغذيه ما خلونا نطلع بنوب كل شيء خلونا يعني الله نفذنا اليوم حتى صاروا يقصون علينا واحنا طالعين والله العظيم ضربهم علينا بالقناص الله يروحونا وصواب لا تصواب احنا منين بدنا نطلع نطلع الجيش العربي السوري يوصلنا بس ما قدرنا وحابسينهم ما يخلونا نطلع حاطين بهي جسمنا بدور وحابسينا ما يخلونا اليوم غوصوا علينا والله في عالم كثير تصاوب اليوم غصب الحمد لله توزع لفئات محددة المساعدات يعني بيوزعوا من الجمل إدنه المساعدات الطبية أغلبها تباع بيع بالمصاري أنا كمنتج مواد طبية بعرف الأوغمانتين الظرف حقه هلأ 4500 ليرة 7 حبات تبع الإغاثة تبع الأمم المتحدة تحت إشراف حكومتنا عم يتوزع بالغوطة صح عم بيبيعوا 4500 ليرة لا أكلوا لا شيء عندي 10 تلفز كيلو طين ما عندي أشتري تبع إحنا نجيوها فوق هذا وهذا نريد نهرب ما خلونا نهرب اليوم غصبا عن يوم هربنا وصاروا يقصوا علينا إنه فوق هاي وهاي هو صوبوا نص العالم والله الله وكيلك شوف أولادنا حفيانين وعريانين وجوعانين وما حنوا علينا مغطين أغراضهم كلها بالمخازن إلهم وأولادنا ماتت من الجوع فوق هاي هسا طلعتوا بيقصوا علينا بس خبر لي امتى